صباح الخير، احنا النهارده هنتكلم على التريتمنت بتاع الايج ريليتد ماكولا ديجنريشن وريتنال فيت اوكلوجن. بس احنا الحقيقه هنتكلم عن الموضوعين دول عن طريق الايه الاستاديز اللي اتعملت، وهنحاول نحكيها كده بطريقه بحيث ان هي نحاول نبقى دايما فاكرينها. الاول احنا هنتكلم عن الويت ايج ريليتد ماكولار ديجنريشن. الاستاديز اللي هنتكلم عنها هتتكلم عن اربع حاجات. الحاجه الاولانيه هي فكره ان احنا اتنقلنا من العلاج بالفوتوديناميك ثيرابي والماكولار فوتوكواجوليشن الى شكل الانجكشن. فالاول هنتكلم عن المانسل انجكشن وازاي الفكره بقت تطورت الى ان احنا نعمل 3 لودنج دوز وبعد كده نشتغل بي ار ان او نشتغل تريت اند اكستند، والتايبس بتاعت الانترابيترال انجكشن ازاي نقدر نختار بينها وايه الحاجات اللي ممكن تصفطنا واحنا بنكمل الانجكشن عن طريق البي ار ان او التريت اند اكستند. في 2 ستاديز بيتكلموا عن المانسلي انترافيترال انجكشن. الستادي الاولاني الانكور ستادي، ودي كانت بتقارن الانجكشن بتاع اليوسينتس بالدوز بتاعه 0.3 ملي جرام و 0.5 ملي جرام بالفوتوديناميك سيل. لما عملوا الستادي دي كان البارامتر اللي هم هيشتغلوا عليه هو الفيجوال اكيوتي، وكان واضح ساعتها ان هم ما كانوش عارفين احنا هنقدر نوصل لايه، فكان الرينج بتاعهم واسع. يعني قالوا لو حصل ان احنا نص ل 15 لتر ده بارامتر في الفيجوال اكتيفيتي، ولو حصل جين ل 15 لتر ده بارامتر. فده معناه ان هو ما كانش لسه في نتائج واضحه يقدر يبني عليها فكره ادق شويه. والحقيقه اللي كانت طبعا النتائج كلها في صالح ايه الانترافيترال انجكشن، وكان الانترافيكتر انجكشن بالدوز بتاعه 0.5 ميلي جرام يعني مور افكتيف. والحاجه الثانيه ان هم ابتدوا بقى يحسبوا احنا استفدنا قد ايه في الفيجوال اكيوتي، ولقينا ان احنا استفدنا 10 لترز في خلال سنتين. طيب الحاجه الثانيه الاستادي الثانيه هي المارينا ستادي، برضه كانت بتقارن الدوز اللي هي 0.05 بان احنا ما نحقنش خالص. وبرضه كنا بندور على الاول ان احنا الفيجوال اكيوتي لو ما حصلش لوس لاكتر من 15 لترز دي بالنسبه لنا نتيجه كويسه، ولقينا ان ده حصل بنسبه طبعا اقل بكتير في الناس اللي خدت الانترافيترال او المانسلي انترافيترال انجكشن. ولقينا ان الرانيبيزوماب ادانا فيجوال اكيوتي تحسن 7 لترز خلال سنتين. طيب احنا عندنا دلوقتي مشكله، هي احنا عندنا مانسلي انجكشن، طيب هنحقن قد ايه وازاي نقلل؟ يبقى هنبتدي نتنقل للفكره الثانيه اللي هي كانت ان احنا نحقن لودنج دوز عباره عن 3 انجكشنز. اصل حاجه في الاستاذ اللي فاتت الفكره ان هي 7 لترز دي في ناس بتعتبرها يعني عارف هي انت كده ماشي. هو بس بص انت لو عندك امبروفمنت اكتر من 7 لترز دي معناها ايه؟ اكتر من سطر، فده بالنسبه يعني انت شايف انسجنفكت بالنسبه لمين؟ ده مريض ريتنا يعني. انا في رايي ده مريض ريتنا، اي فيجن واي تفصيلة هيشوفها هتفرق معاه. يعني في الاخر فيجن اكتر من سطر دي حاجه انا شايفها طبعا سيجنيفيكانت، بس هي كانت الفكره ساعتها ان هم يعني الاستادي دي واللي قبليها اتعملوا في 2000 الاستادي دي والثانيه اتعملوا في 2006 و2008، ده كان لسه ما كانش فيه معلومات، يعني ما كانش فيه معلومات عن الانجكشن وهتبان واحنا ماشيين. طيب لما نيجي نعمل اللي هو 3 دي لودنج دوز اللي اول استوديو بتتكلم عنها هي البير اللي اتعمل سنه 2008، هو قارن ايه؟ عمل انجكشن 0.0 0.5 3 لودنج دوز وهنحقن بعد كده كل 3 شهور كويس؟ ولقى ان فعلا الناس استفادت وان الفيجن ما قلش. برده كان في بارامتر هم دايما مركزين عليه ان احنا ما نفقدش اكتر من 15 لترز
ولقوا ان ده يعني جابت نتيجه كويسه، وان الرننج يوز ماب افكتيف جدا ان هو يحافظ لنا على الفيجن بالطريقه دي. ولكن لما حصل شيفت من اللودنج دوز وابتدينا نحقن كل 3 شهور، حصل ديكلاين في الامبروفمنت بتاع الفيجوال اكيوتي ب 4.5 ليترز. طيب نفس الفكره اتعملت تاني في الايه الاكزايت استادي، اللي هو احنا عملنا 0.3 و 0.5 دوزز حققناهم 3 شهور، بعد كده حققنا كل 3 شهور. بس في البيبر دي قارنوها بان احنا نحقن ال 0.3 ملي جرام مانثلي لمده 11 شهر. تمام؟ لقينا ايه؟ لقينا ان وقاسوا الفيجن عند 3 شهور وعند 12 شهر، يعني هو جاب ناس حقنهم 3 لودنج دوز وبعد كده حقنهم كل 3 شهور زي الفكره اللي احنا قايلينها من شويه. وجاب ناس ثانيه خد الدوز اللي هي 0.3 ملي جرام وحقنهم كل شهر لمده 11 شهر. وقارن الاثنين ببعض وقاس الفيجن الفيجوال اكيوتي بس. دلوقتي خلاص هو بقى عنده سوليد يعني انفورميشن ان الحقن هيحسن الفيجن، فبقيناش بقى نقارن بقصه ان هو الفيجن هيبقى ما حصلش نسخه 15 لترز. قال احنا هنشوف احنا هنكسب فيجن قد ايه. فلقينا عند 3 شهور احنا تقريبا كسبنا 7 لترز. كويس؟ ثانية واحدة بس ارجع الصورة تاني. عن 3 شهور كسبنا 7 لتر، ولكن حصل ديكلاين في الفيجوال اكيوتي امبروفمنت لما عملنا الشيفت بتاع الحقن، اللي هو بعد ما عملنا 6 دوز ابتدينا نحقن كل 3 شهور. وكان الكلام ده واضح جدا لان عند 12 شهر اللي هو عند سنة لقينا ان الجروب اللي عمل حقن شهري لمدة 11 شهر كان الامبروفمنت بتاعه بيزيد. طيب كده من هنا تيجي فكرة ايه؟ ان احنا عندنا بقى 2 ستاديز تانيين، مش هنحقن لودنج دوز بس كل 3 شهور ونحقن بعد كده كل 3 شهور، لا احنا هنبتدي نحقن كل لودنج دوز كل شهر لمدة 3 شهور وبعد كده نمشي بي ار ان او تريد اندكس. او البيبر الاولاني اللي بتتكلم عن بي ار ان هي البرونج. كويس؟ في 3 معلومات انا شايفهم مهمين جدا في البيبر دي. الحاجه الاولانيه بي ار ان يعني ايه؟ يعني انا امتى هحقن؟ دي المعلومه اللي احنا لازم يعني كنولج نبقى واخدين بقى ان هم حسبوها على ايه؟ اي نيو فلويد اعتبروه اكتيفيتي. اي هيموليج جديد نيو اعتبروه اكتيفيتي. لو بيرسيستنت فلويد بعد لمدة شهر بعد حقنة اعتبروه ده احنا محتاجين نحقن تاني. الاو سي تي لو زاد اكتر من 100 مايكرون والفيجوال اكيوتي لو حصل اس اكتر من 5 لترز. يبقى في كل الحالات بتاعت اللوج مار ولا يعني قصدي اي دي ار اس اللي هي بتاعت 5 لترز بتاعت اي دي ار اس. اه طبعا. اه. طيب فالفكره ايه بقى؟ دي مهمه جدا. ليه؟ لان احنا بتيجي في لحظه انت انا شايف ان دي معلومه مهمه لينا احنا. ليه؟ انت بتيجي في لحظه تقول هو حصل اكتيفيتي ولا لا؟ والكومبلين. نعم؟ ايه رايك في الكومبلين؟ بتتحقن على الكومبلين؟ ما هي بقى دي ما دي هقولها دلوقتي حالا. انت بتيجي في لحظه تقول يعني يقول لك انا نظري ضعف. تعمل او سي تي انا هبص عليه في او سي تي. في جزء احنا عارفين ان هو سيمتوماتيك بقى سي دي بي، لو انا جه عيان قال لي انا مش مبسوط انا نظري قل، تقيسه الفيجوال اكيوتي هنلاقيها كويسه او بمعنى اصح ستيبل، بس هو بيشتكي من حاجه تانية واحنا كلنا يعني ملاحظينها اللي هي ايه؟ الكواليتي بتاعت الفيجن. يعني هو يقول لك ان انا انت هي كانت 0.3 وهي فعلا 0.3 تاني، ولكن هو بيشتكي. ممكن معاها تديله راس كده يقول لك انا شايف تعريف، فانت لازم هتبقى صورك. الحقيقه ان انا في القصه دي بعتمد شويه على الـ 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 المريض في ايه؟ لو انا عارف المريض ده ويل ايديوكيتد وانا شفته كذا مره لما بيشتكي بلاقي معاه ان هو فعلا في حاجه سيجنيفيكانت، انا الحقيقه باخد بكلامه شويه. بس احنا دلوقتي برضو ما بقيناش نقول برضو سيمبتوماتيك سي ان في، لان كان ساعتها ما كانش عندنا حاجه زي الاو سي تي انجيو. يعني احنا من 5 سنين لما كان يجي يقول لك سيمبتوماتيك سي ان في انت ما عندكش اي حاجه في ايديك تبتدي تتكلم بيها، لكن دلوقتي انت ممكن تعمل له، انا شايف ان ممكن تعمل له او سي تي انجيو، ولو ما لقيتش حاجه خالص بقى اي ساين اوف اكتيفيتي اللي احنا كلنا عارفينها خلاص انت هتبقى مطمن عليه، بس هتخليه معاك كلوز فولو اب. يعني ايه؟ يعني ما تسيبوش تقول له تعالى بعد 3 شهور، لا قول له تعالى الشهر الجاي.
بحيث ان انت لو في حاجه فعلا بقى اناتوميكال او حاجه ستراكشرال ابتدت تظهر يبقى انت عندك القدره ان انت تاخد معايا ديسيجن واضح ان انت ايه توقف الموضوع. نرجع تاني لفكره البي ار ان. انا كانت تهمني قوي في الحته دي هي ايه الحاجات اللي احنا هنعتبرها ساين ان احنا نحيي. الحاجه الثانيه ان استفدنا من البيبر دي ان احنا العدد بتاع الحقن بدل ما انا هحقن كل شهر خلال سنه احنا ابتدينا لقينا الناس دي احتاجت كام حقنه؟ الافريج 5 حقن. فاحنا كده حصل ديكلاين في النمبر اوف انجكشن، ودي طبعا ككوست وايز وك يعني بروفيلاكتيك للانجكشن طبعا انا شايف ان طبعا دي حاجه مهمه. الحاجه الثانيه ان احنا حصل فيجوال اكيوتي جين، والجين ده استمر معانا لمده 2 سنين وكان وزن حوالي من 9 ل 11 لتر. يعني دي احسن من اللي فاتت الجين بتاعها؟ طبعا. لان انت ما سبتش سيلكشن في يعني قصدي ايه؟ كان في سيلكشن بايس ولا حاجه؟ لا لا خالص، لا خالص. هم خدوا الجروب، لا 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 خدوا الجروب وحنين كل 3 شهور، ولا هنحقن بعد كده بي ار ان بناء على الديسيجنز دي. لو لقينا فلويد، لو لقينا هيموريج، لو لقينا بريسيستنت فلويد الاو سي تي زاد اكتر من 100 مايكرون او الفيجوال اكيوتي، هو خلاص خد الديسيجن من الاول وقال ان احنا هنحقن على دول من غير اي تفكير. معلش، في اي واحده فيهم يعني لو واحده بس فيهم خلينا نحقن ولا لازم كلهم؟ لا، اي واحده فيهم. لا لا لا، واحده بس فيهم. طيب البيبر الثانيه اللي هي السستين، نفس الفكره، هنحقن كل شهر. بس كانت البيبر اللي قبليها واخده الدوز بتاعت 0.5، هنا خدنا الدوز بتاعت 0.3 0.5 وحقناهم كل شهر لمده 3 شهور. وكان هنا في البي ار ان هنا كان عباره عن زياده الاو سي تي اكتر من 100 مايكرون او ان يحصل لوس في الفيجوال اكتيفيتي اكتر من 5 ليفلز. البيبر دي خلتنا ننتبه لحاجه اسمها الانديفيدواليزيشن. يعني ايه؟ يعني احنا شفنا ناس بعد ما حققنا الثلاث حقن مانثلي ما احتاجوش تاني، نسبتهم قد 20%، ودي نسبه مش قليله. يعني في ناس بعد اللودنج دوز خلاص انا ما احتاجتش احقنه تاني، لا الاو سي تي زاد ولا حصل لوس فيجوال اكيوتي، ولكن كانت في حته شويه ان الفيجوال اوت كام عند سنه كان اقل في الاستادي. نيجي من هنا بقى للفكره الثانيه. يعني احنا دلوقتي نرجع تاني كده ان احنا لما عملنا البي ار ان كان في ستادي عندنا بتقول ان الفيجوال اكيوتي قلت عن سنه، فكانت الفكره الثالثه الاخيره بقى وهي التريت اند اكستند. الحقيقه انا التريت اند اكستند احنا عاوزين نفهمها ونعرف عنها 3 معلومات مهمين. المعلومه الاولى انا هتريت ازاي؟ هنعمل لودنج دوز كل شهر لمده 3 شهور، كويس. طيب لغايه فين؟ يعني انا هحقن كل شهر لمده 3 شهور وبس؟ لا، لغايه ما يحصل ماكسيمم ريسبونس. يعني ايه ماكسيمم ريسبونس؟ يعني انا ما يبقاش عندي لا انترا ريتنال فلويد، لو وصلت ان انا ما عنديش انترا ريتنال فلويد بقى دراي، مفيش سب ريتنال فلويد، مفيش او سي تي امبروفمنت، ومفيش هيموريدز. اسمه ماكسيمم ريسبونس. يبقى في تعريف هنا مهم اسمه الماكسيمم ريسبونس. يعني انا وصلت ان انا مفيش تشينج في الانترا ريتنال فلويد ولا السب ريتنال فلويد ولا ايه الهيموريدج. يعني وصلنا ان احنا خلاص مفيش اي ساين اوف اكتيفيتي كفلويد هيموريدج او مفيش او سي تي امبروفمنت، يبقى ده اسمه ماكسيمم ريسبونس. طيب انا لو وصلت للماكسيمم ريسبونس ده هبتدي ازود اسبوعين بحد اقصى 3 شهور او 12 اسبوع. يعني خلاص انا كنت بحقن كل شهر اخليها كل 6، بعد كده كل 8، بعد كده كل 10، لغايه ما اوصل ل 12. لغايه ما يحصل بقى، ما احنا حصل بقى لغايه ما يحصل ايه بقى؟ هيحصل حاجه من 3، يا اما انا هوصل ان انا بقيت ستيبل او هوصل لسكارنج. يبقى انا امتى هستوب؟ لو حصل ستابيليتي او سكارنج. طيب في تعريفين هنا مهمين، هو الماينور ديتيريوريشن والميجور ديتيريوريشن. انا هنعكسها. الميجور ديتيريوريشن يعني ايه؟ يعني انا حصل عندي سيجنيفيكانت سبريتنال فلويد او صف فوفيال هيموريدج او لارج اكسترا فوفيال هيموريدج. يعني احنا اعتبرنا اي صف فوفيال هيموريدج ده ميجور ديتيريوريشن، ساعتها هنرجع تاني نحقن مانثلي. لو ماينور ديتيريوريشن يعني صف ريتنال فلويد انسيجنيفيكانت قليل جدا او حصل سمول اكسترا فوفيال هيموريدج، انا ساعتها هقل اسبوع او اسبوعين. لو كنت بحقن كل 8 اسابيع هحقن كل 7 اسابيع او كل 6 اسابيع. يبقى احنا هنا عندنا 3 تعريفات مهمين، هو الماكسيمم ريسبونس والماينور ديتيريوريشن والميجور ديتيريوريشن.
الحقيقه في ثلاثه ستاديز ثانيه انا تفاصيلها كانت كلها عن الحقن، يعني مقارنه التريتمنت بالانجكشن بالبيفاسيزوماب والافليبرسيب. فانا الحقيقه طلعت منها المعلومات اللي تهمنا جدا واحنا شغالين، وتخليك يبقى عندك يعني تبتدي تختار بين الطريقتين اللي هما البي ار ان وتريتد اكستنت. ان البيفاسيزوماب از نوت انفيرير تو الرانيبيزوماب. الحاجه الثانيه ان الفيجوال امبروفمنت كانت ايكوال في رانيبيزوماب وال الافليبرسيبت، ولكن الاو سي تي كان بيدي نتائج بيتر في الحقن بالافليبرسيبت. الحاجه الاخيره بقى الكونتينوس انترا فيترا انجكشن مانثلي بيدينا مور جيوغرافيكال اتروفي، والبي ار ان بيدينا ليس ستراكشرال دامج. تمام، طبعا يعني باين من هنا من الكلام ان انا ميال للبي ار ان. الجزء الثاني بقى هو الدراي ايج ريت ماكرو ديجنريشن، برضو احنا عاوزين نطلع منه بالاثنين ستاديز اللي هي الايج ريليتد اي ديزيز ستادي 1 و2، عاوزين نطلع منه معلومات تبقى براكتيكال لينا. الحاجه الاولانيه هي كانت ان احنا قسمنا الدراي ايج ريت ماكرو ديجنريشن الى ثلاث حاجات، مايلد ومودريت وادفانسد. كويس، المايلد دي اللي فيها السمول دروزن والانترميديت دروزن، المودريت اللي فيها انترميديت او لارج دروزن ولكن في اريا اكتر من 356 مايكرون، وجيوغرافيكال اتروفي نوت انفولفنج الماكلا. الادفانسد هي كانت طبعا كلمه ادفانسد انا بتكلم على التعريف اللي كانوا هم متابعينه في الاستادي، بيبقى فيه عين ادفانسد واخده الفوفيه ولكن العين الازر اي فيها فيجن احسن من 75 لترز. طيب احنا طلعنا بثلاث معلومات مهمين جدا في الايج ريليتد اي ديزيز ستادي. الحاجه الاولانيه ان المايلد ايج ريليتد ماكرو ديجنريشن لو خدنا الميديكال تريتمنت ده بيقلل الريسك بتاع ان هو يتحول الى ادفانسد في لمده 10 سنين. الحاجه الثانيه ان احنا في حالات المودريت والادفانسد لو خدنا ميديكال تريتمنت ده بيقلل الريسك ان العين الثانيه توصل للادفانسد ستيج. الحاجه الاخيره هي اللي اتبنت عليها فكره الاستادي الثانيه، وهي ان البيتا كاروتين انكريز الريسك بتاع الكانسرز في المين في الـ في الـ في السموكرز. علشان كده جت الاستادي بتاعت الايج ريليتد اي ديزيز 2 جت عملت ريبليسمنت للبيتا كاروتين بالديوتين والزيزانسين، وظهرت الريكومندد دوز او ريجيمن بتاعه الميديكال تريتمنت بتاعت فيتامين اي والسي والكبر واليوتين والزنك. الجزء الثاني عندنا النهارده هو الفين اوكلوجن. كويس، احنا عندنا مش يعني من الاول كده هما الموضوع ماشي لوجيك جدا. انت عندك حاجتين في الفين اوكلوجن انت بتفكر فيهم، ايه هما؟ الحاجه الاولى ماكلر ادم، الحاجه الثانيه نيو فاسكولاريزيشن. هما ابتدينا يعني عملوا الاثنين ستاديز، الاستادي الاولانيه اللي هي السنترال ريتينال فين اوكلوجن ستادي كانت الاسبكت بتاعها الاولاني قارن الماكلر اديما بالاوبزرفيشن ونطلع منهم بندي بنتيجتين. النتيجه الاولى هو ان الجريد ليزر فعلا قلل الليكج ولكن ده ما اثرش على الفيجوال اكيوتي سيجنيفيكانت، يعني الاوبزرفيشن كانت ايكوال للجريد ليزر. وفي معلومه في النص ان هو كانوا بيعملوا ريتريتمنت ده كل اربع، يعني ممكن يعمل ريتريتمنت بعد اربع شهور. فاحنا هنا في الاستادي دي بنقول ان احنا ما استفدناش بالجريد ليزر في الفينوكلوج. الجزء الثاني هو الايرلي بي ار بي مقارن الاوبزرفيشن، يعني هو الاول خد الماكولار اديما وقارنها بالاوبزرفيشن ولقينا ان احنا ما استفدناش حاجه في الفيجوال اكيوتي. الجزء الثاني هو الايرلي بي ار بي قارنه بالاوبزرفيشن. طب يعني ايه ايرلي بي ار بي؟ يعني احنا اول هنعمل بي ار بي علشان نقلل النيو فيزلز، لقينا ان ده فعلا قلل النيو فاسكولاريزيشن ولكن الادفانش دي ما كانتش لونج تيرم، يعني ما استفدناش بيها لفتره طويله. الحاجه الثانيه كانت معلومه ظهرت في وسط الاستادي ان الموضوع بتاع نيو فاسكولاريزيشن كان ريليتد للاريا اوف سكيميا اللي موجوده، يعني الناس اللي عندهم مور ارياز اوف سكيميا
كان عندهم برسنتج للديفلوبمنت اوف نيو فاسكولاريزيشن بشكل اكبر. البرانش ريتينال فين اوكلوجن ستادي عملت نفس الفكره برضو، خدنا الماكولار اديما والسيكتوريال بقى بالريتينال فوتوكواجليشن وقارنتهم بالاوبزرفيشن. لما عملوا الجريد ماكولار ليزر فعلا الليكج قل، لكن هنا بقى الفيجوال اكيوتي حصل لها امبروفمنت اكتر من 2 لاينز، ولما قارنوا لقوا ان دي كانت 65% و37% يعني تقريبا الدبل. والناس اللي تريتد دي الفيجن اتحسن اكتر من، وصل لاكتر من 6-12 بعد 3 سنين وبرده تقريبا بنسبه دبل. يبقى احنا هنا الجريد ليزر مهم جدا، ولكن لما شافوا ان في جزء من الناس اتحسن بنسبه كبيره على الاوبزرفيشن، فكان في يعني زي ريكومنديشن كده ان انت ممكن في الحالات دي تستنى 3 شهور على الماكله القديمه. ان هي في الجزء ده احنا في الاستادي دي بنقارن الليزر بالايه بالاوبزرفيشن. طيب الحاجه الثانيه كان السيكتوريال بي ار بي. طب هل السيكتوريال قارنوه بالاوبزرفيشن هل هو فرق؟ الحقيقه ان هو فعلا فرق، وقال النيو فاسكولاريزيشن في الناس اللي ما كانش عندها روبيوزز، وقال ان الفيتروس هيمورج لو كان في بري اكزيستنج روبيوزز، وكانت النسبه برضو تقريبا الدبل. يعني النيو فاسكولاريزيشن كانت 22% والناس اللي عملوه بزيخ 12%، الفيتروس هيمورج كان 61% والناس اللي عملناه بالاوبزرفيشن 29%. يعني ده قلل الريسك بنسبه كبيره. ولكن الاستادي دي كان فيها حاجه مهمه ان هم ما عملوش استادي للناس اللي كان عندهم فيجن اكتر من 6-12، وفي اخر الاستادي هم كانوا ريكومندد ان انت تعمل سيكتوريال بي ار بي فعلا، لان هو بيقلل الديفلوبمنت بتاع النيو فاسكولاريزيشن وبيقلل الريسك بتاع الفيتر سيمج، ولكن لما تظهر روبيوزز. يعني هنا احنا هنعمل سيكتوريال بي ار بي لما نشوف برانش ريتينال فين اوكلوجن، ولكن لما يظهر عندنا سوري مش روبيوز، لما يظهر عندنا نيو فيجنز. ان احنا عارفين طبعا ان في البرانش فين اوكلوجن ان النسبه بتاعت ان احنا يحصل عندنا ان في اي هي الايه المور كومن. طيب عندنا بقى اتنين ستاديز ثانيه ابتدينا، مش هنقارن بقى الحقن قصدي الليزر بالاوبزرفيشن، عاوزين نقارن الحقن بالاوبزرفيشن. فالستادي دي كانت السكور بتاعت سنتر ريتينال فين اوكلوجن والسكور بتاعت البرانش ريتينال فين اوكلوجن. هما اختاروا الناس اللي عندهم سنترال سيستويد سنترال ماكولار اديما اكتر من 250 مايكرون، والفيجن بتاعهم كان من 6-12 ل 66، وعملوا 3 جروبس. الجروب الاولاني حقنوه تراميسولون 1 ملي جرام، والثاني 4 ملي جرام، والثالث عملوا له اوبزرفيشن. وطلعنا بثلاث نتائج مهمين. هو ان رقم واحد التريتمنت باي انجكشن اوف سترويدز از سوبيريور، اللي ان احنا نعمل اوبزرفيشن. الحاجه الثانيه ان الايفكت بتاع الاثنين دوزز از اولموست سيميلر. الحاجه الاخيره ان السمول دوزز كانت بتعمل ليس ريسك ان احنا يحصل عندنا انكريز في الانترا اوكولار بريشر. نفس الفكره اتعملت بالنسبه للبرانش فين اوكلوجن، وقارنوا الاثنين دوزز بالاوبزرفيشن، ولكن ما وجدناش ان كان في فرق كبير في صالح البرانش ريتينال فين بصالح الاوبزرفيشن، قصدي بصالح الانجكشن للحق للاوبزرفيشن. فعلشان كده احنا مش هنبقى يعني ميالين ان احنا نعمل انجكشن يعني للتراميسولون في حالات البرانش ريتينال فين اوكلوجن، يعني اعتمادا على الاستادي دي. وان برضو ظهر ان الناس اللي كانت عندها سمول دوز التحقن سمول دوز اوف تراميسولون كان عندهم ليس ريسك اوف جلوكوما وكاتراكت، وده طبعا منطقي. الحاجه الاخيره بقى هو ان احنا هنحقن بقى انتي فيجف في حالات الماكيلا القديمة في الفينوك في السنتر ريتينال فين اوكلوجن اللي هي الكروز ستادي. فخدوا برضو سيكتور اللي فيه سنترا ماكيلا القديمة اكتر 250 مايكرو وفيجوال اكتيفيتي من 6-12 لتقريبا 62، وقارنوا تو جروبس حقنا 0.3 ملي جرام و 0.5 ملي جرام مانثلي لمده 6 شهور، وبعد كده عملنا اوبزرفيشن لمده 6 شهور، وكان طبعا النتائج كلها في صالح ان الانترافيكرال انجكشن
is superior في التريتمنت بتاع الماكلر إديما عن الاوبزرفيشن. الحاجه الثانيه ان ما كانش كانت البوند فين 0.5 ملي جرام is مور بيتر في الفيجوال اكويتي، ولكن ده ما كانش سيجنيفيكانت. ولما حصل تشينج من ان احنا نحقن مانثلي لان احنا نوبزيرف ونحقن بي ار ان، ما كانش في سيجنيفيكانت ديكلاين في الفيجوال اكويتي. شكرا. صعب عليا والله.